ما كان في داعي تحكي مع ابو الوليد من شان قصه صغيره مثل هي. جيتك بتكفي. انا اللي زعجني جابت ابن عمي بهالطريقه وكانه مجرم، شحطوه قدام امه قدام جيران كانه قاتل قتيل، علما كنت انا وياه لحظه حريق المكتب. صدقني لو ما في شكوك حول ابن عمك ما جبناه بهالطريقه، هو بالاساس متهجم على المكتب قبل هيك وموقع تعهد، بس مع هيك بسيطه كله بينحل. ابعتوا لنا الموقوف فادي. فادي لا ابو خالي روك عندي تعال خلصها. كيفك؟ أهلا. بيكي؟ أنا بعيد كنت عم بقول ميالك ميالك بعدك قادر تحكي. أنا ما بقفي كمان، يمكن لو بكي برتاح. ما بعرفك ولا بتعرفني، جمعنا البحر والوجع، حاسة إنه مش مع بعض كتير لأنتنا عم نغرق، بس مين بيعرف يمكن نقدر ننقص بعض. ما حدا بيقدر يساعد حدا بهالدنيا. أنا ما حكيت عن مساعدة، أنا قلت يمكن نقدر ننقص بعض. بتبقى شرب برجع مرة تانية لهون، مين بيعرف يمكن نرجع نلتقى صدفة. إن شاء الله ما تضايقت عنه. لا لا بتمنى إذا انزعجت من شيء أو إذا حدا ضايقك تخبرنا قلنا، ما في داعي أبو الوليد يضرب شيء، احنا ممكن نحلها هون. ولو سيادة الملازم، الحقيقة انتم ما قصرتوا ابدا، يعني كفيتوا ووفيتوا. يعطيك العافية. صار فينا نمشي؟ طبعا، تشرفتوا. شكرا كثير. شكرا كثير. عزت. صحيح بدي اسألك بالله، فينا نشتكي على هذا الاسم سامي بالادعاء الكاذب؟ كده ليه؟ خش على اوضتك وما تورينيش وشك. ماشي يا حسام الكلب ماشي. على فكره انا ماني شرير. هل قد الحب ممكن يتحول لكره بقلب الرجال؟ موجوع عليا؟ عم خاف من الانتقام. رنا انا ما بكرهها، صدقيني لو بكرهها ماني قاعد معك هلا. بس هي ما بتعرف. لا بتعرف، لما تبطل تعرف اني بحبها رح اتركها وفل. معقول بعد كل اللي عملته ممكن تتركها وتفل؟ يوم يلي بتاكد انها بطلت تحبني وانا مبسوطه بحياتها رح اروح بهالبساطه. يلي بحب ما بيأذي. لنا بتصدق اني للحظة حسيتك انك بتكرهها وكتير؟ الحب مثل الإيمان، عاطفة سرية، هو شيء بيننا وبين ربنا وبين يلي منحبه. بتقربي لعندي شوي بليز؟ ليه؟ قربي. شو بدك تعمل؟ بدي أخذ سيلفي أنا وياكي، وهيدي السيلفي للذكرى. بس للذكرى؟ للذكرى ولأشياء كثيرة كمان. واحدة منهم؟ أهلا وسهلا.